ولنقاش ملف عدم استقلالية القضاء في العراق وتواصل الضغوط السياسية على الجهاز القضائي، انضم إلينا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. أستاذ لبيد، في ظل اعتراف هذه الحكومة ومن سبقها بالفساد في العراق، برأيكم ما الذي يمنع من محاسبة المتهمين بقضايا الفساد حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعليقا على ما قاله ما صرح به بيرقدار، الحقيقة موضوع الفساد نسمع به منذ أكثر من 15 سنة، يعني من بعد الاحتلال، مباشرة بعد الاحتلال وبعد تشكل أول حكومة عراقية إلى يومنا هذا، نسمع بأن الفساد يتنامى وينتشر كانتشار الخلايا السرطانية في الجسم المريض. ولكن يعني السؤال موجه إلى بيرقدار، ماذا أنجز القضاء العراقي على صعيد مكافحة الفساد؟ لم ينجز شيئا، يعني هو الآن يتهم الساسة بأنهم يتسترون على الفاسدين ويحاولون أن يبعدوهم عن المحاسبة القضائية إلى آخره، لكن نحن أيضا هو القضاء نفسه هو متهم بالفساد، بدليل أن القضاء لم يكشف لنا إلى حد الآن أو لم يقدم أي إنجاز على صعيد مكافحة الفساد. كل الذين سمعنا بهم أنهم تمت محاسبتهم أو تم إصدار قضاء أمر قضائي بإلقاء القبض عليهم، هذا الأمر لم يصدر إلا بعد أن استطاع المتهم أو المجرم الفاسد من الهروب وتأمين وضعه خارج العراق. بالحقيقة الكل فاسد، في السلطات كلها فاسدة، يعني سواء السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أو السلطة البرلمانية. بالحديث عن السلطات أستاذ لبيد، إلى أي مدى تظن أن ارتباط القضاء بالطبقة السياسية والأحزاب السياسية عموما ساهم في تفشي الفساد أكثر؟ بالتأكيد، يعني حتى السلطة القضائية هناك تدخل سياسي في مسألة تكوين السلطة القضائية. السلطة القضائية نفسها ليست مستقلة، هناك ارتباطات، هناك رشاوى، هناك مبالغ هائلة تدفع من أجل أن يتم تشكيل القضاة المجلس القضائي الأعلى والمحكمة الفيدرالية. نحن نعرف أن أصابع الفساد وصلت إلى كل المفاصل في الوسط والمؤسسات العراقية، والمشكلة بالحقيقة مشكلة مستعصية جدا، المشكلة جذرية، ولا يمكن أن حل المشكلة قبل أن تحل المشكلة الأساسية التي هي كانت بالأساس الاحتلال وما تبعه من مشاكل ناتجة عن تشكيل عملية سياسية هي مصدر الفساد. هي العملية السياسية أساسها، الأساس الذي بنيت عليه هو منتج للفساد الذي يعم كل مفاصل الدولة كما ذكرنا. وجه آخر لكشف قضايا الفساد هو الإعلام. كيف يفسر منع وسائل الإعلام الحرة من العمل في داخل العراق والسماح فقط للجهات التابعة للحكومة والأحزاب بنقل نشاطاتها والتستر عن مثل هذه القضايا؟ كيف أثر ذلك؟ بالتأكيد الإعلام هو بالحقيقة هو سلطة رابعة وأكثر استقلالا من السلطات الأخرى، والإعلام المحايد أو الإعلام النزيه بالحقيقة هو يعتبر هو العين الساهرة على حركة الاقتصاد وعلى الحركات السياسية جميعها وعلى سير عمل البرلمان وسير عمل السلطات الأخرى الثلاث، وهو بالحقيقة وهو أكثر قوة منها لأنه غير معتمد على أي وحدة من هذه القوة، على افتراض أن الإعلام هو إعلام مستقل وغير معتمد على تمويل خارجي أو على تمويل جهوي داخلي من قبل حزب معين أو من قبل الحكومة. لذلك فهذا ما يجعل من الإعلام مسألة بعبع بالنسبة للفاسدين وبالنسبة لحكومة على شاكلة الحكومة العراقية والسلطات الأخرى العراقية كالبرلمان والقضاء. لذلك نجد السلطات الثلاث في العراق، التنفيذية والبرلمان الشرعية التشريعية البرلمان يعني والقضائية، متوافقة على استبعاد كل القنوات الإعلامية المستقلة
ذات النزاهة من العراق، وهذا ما جعل العراق خاليا من قنوات إعلامية او صحف مستقلة. وتم كانوا حريصين على الإبقاء على القنوات التي يمكن ان تشترى ذمتها، كالقناة العراقية واخواتها، هي التي تعمل في العراق لأنها هي تتعاون معهم وتتواطأ وتتستر على الفساد والفاسدين. في ظل الكشف باستمرار عن قضايا فساد ومتهمين بالفساد بين الفترة والأخرى، أستاذ لبيد، من الفاسد ومن يراقب الفساد ومن يحارب هذا الفساد في العراق؟ نعم، هذا سؤال جيد، يعني يذكرني بمثل ألماني يقول: من يقول ألف يقول باء ثم يقول تاء وأهل مجرة حتى يصل إلى حرف الياء. كل من رضي بالاحتلال، كل من جاء خلف الدبابة الأمريكية وخان بلده وتعاون مع المحتل وتعاون مع مدمري بلده وقتلت الشعب العراقي، هذا على رأس الفاسدين. هذا عنده استعداد للفساد وعنده استعداد لأن يبيع كل شيء من أجل قضيته الذاتية هو نفسه، هذا أولا. ويأتي بعده كل الذين قبلوا بالعملية السياسية وهم يعلمون بشكل مسبق بأن هذه العملية هي جاءت من أجل نخر العراق، من أجل أن تمزيق النسيج الاجتماعي العراقي وجعل العراقيين يحتاربون فيه يتحاربون فيما بينهم. هذا أيضا من كل الذين دخلوا في العملية السياسية مع علم مسبق بفسادها وخرابها والقوة التدميرية التي ستقوم بها هذه العملية من أجل تمزيق وتدمير العراق، هؤلاء هم أيضا كانوا مستعدين لأن يكونوا فاسدين. فلذلك هناك عدد هائل طوابير من الفاسدين، يعني لا يعدون ولا يحصون. هؤلاء الساسة الذين دخلوا في معمعان العملية السياسية وأفسدوا العمل السياسي وأفسدوا الاقتصاد العراقي وأفسدوا إدارة الدولة، هؤلاء لهم مخالب ولهم أذرع ولهم أصابع في كل مفاصل الدولة وفي كل المفاصل الحكومية الرسمية. لذلك استشرى الفساد بهذه القوة وبهذه السرعة في العراق. وأكرر القول: لا علاج لهذه المشكلة، لهذه المعضلة، إلا باقتلاع العملية السياسية عبر الثورة القائمة حاليا في العراق. هذه الثورة لن تهدأ ولن تستكين إلا بعد القضاء على العملية السياسية. قالوها من أول صرخة في أول يوم ثورة تشرين، قالت: الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط، ولا لا لا حل العراق إلا بعد إسقاط النظام برمته. انطلاقا من هذا المطلب الذي رفعه المتظاهرون في الشارع، هل يمكن الرهان على حكومة الكاظمي؟ واليوم نقرأ اتهامات بأنه اختار شخصا في التشكيلة الحكومية المقبلة، هذا الشخص متهم بقضايا فساد. لا، هناك أكثر من شخص متهم بقضايا الفساد، وهناك أيضا شخص أكثر من شخص لا تنطبق عليه المواصفات أو الشروط التي افترضها هو نفسه الكاظمي، مثلا هناك تعدد الجنسية، متعددو الجنسيات. لكن هناك سيناريو بأن تمرر حكومة الكاظمي، مع استثناء بعض الحقائب الوزارية، رفض حقائب وزارية. ونتذكر أن هذا جرى الاعتماد عليه حتى في تشكيلة حكومة عبد المهدي. حكومة عبد المهدي لم تستكمل كل الوزارات الحقائب الوزارية إلا بعد مرور عدة أشهر. هذا السيناريو ممكن أن يتكرر إذا حصل توافق مبدئي على تمرير حكومة الكاظمي على أن يتم استكمالها تباعا خلال فترة أخرى. سيناريوهات، ومن الممكن أن يحدث هذا باعتبار أنه مضت سنتان على الانتخابات، وتعتبر حكومة أيضا حكومة إعداد الانتخابات المقبلة، لأنه انتخابات في ظل هذه الظروف تحتاج إلى ما لا يقل عن سنتين حتى يتم العملية. بالحقيقة العملية كلها سواء تشكلت حكومة كاظمي أم تمت عرقلتها، العملية كلها هدفها واحد، هو اللعب في الوقت، يعني اللعب على الوقت، استثمار الوقت من أجل التسويف والتسويف والتسويف، لأن العراق يمر بأزمات. أولى هذه الأزمات التي تواجه أو التحديات التي تواجه العملية السياسية هي المظاهرات، الثورة،
التي لن تهدأ، البركان الذي انطلق في تشرين ولن يهدأ حتى بإسقاطهم، هؤلاء كل العمليات هذه التي يقومون بها، الألاعيب التي يقومون بها هي من أجل امتصاص الثورة، وسيخيب أملهم بالحقيقة، سيخيبون لأن الثورة لن تتوقف ولن تهدأ. شكرا جزيلا لكم، عضو تحالفي الوطني المعارض لبيد السميدعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو.